بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم في هذا النشاط الذي يعتبر الاختتام لأسبوع اللغة العربية في موريتانيا، أسبوع نظمته عدة منظمات وجمعيات وهيئات فاعلة للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية. هذا هو اليوم الختامي إن شاء الله، سيكون وهو يوم ستنظمه الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية بالتعاون مع مركز ابن مقلة للخط العربي. سيكون هذا هو كما قلنا هو اختتام هذه الأنشطة. سيكون هذا اللقاء هو عبارة عن مجموعة أنشطة. سنبدأ هنا بجولة في معرض اللوحات الخط العربي، سنبدأ بعد ذلك وسنواصل العمل بعد ذلك ونبدأ ورش للتكوين على مبادئ الخط مع خبير المتخصص، وبعد ذلك سنختتم بمحاضرة في المساء. كل هذه الأنشطة كما قلنا تدخل في إطار الأسبوع اللغة العربية. لقد حاولنا أن نستغل هذه الفرصة أيضا لنشيد بقرارين مهمين واتخذا في هذه السنة، وهما قد يساعدان كثيرا في التمكين لمجال اللغة العربية. الأول منهما يتعلق بمادة في نظام الجمعية الوطنية التي أصبحت الترجمة فقط بين اللغات الوطنية واللغة الرسمية، وهذه كانت خطوة جريئة وكانت خطوة مهمة، ونحن هنا خصصنا لوحة خاصة بهذه المادة. أيضا الخطوة الثانية التي نعتبرها أيضا مهمة هو أن تسنيم لأول مرة في تاريخ الشركة يوقع مذكرة بالعربية صادرة بالعربية. كان في بعض الأحيان يمكن أن يوقعها رئيس المصادر البشرية، لكن هذه المرة كانت من توقيع المدير الإداري المدير العام للشركة، وهذه أول مرة تحدث في تاريخ الشركة. المهم في هذه المذكرة أن شركة تسنيم أصبحت اليوم تترجم كل وثائقها باللغة العربية. نعتقد أن هذه خطوة مهمة. أيضا نحن راسلنا البنك المركزي من المؤسسات المهمة، وقد اتصل بنا محافظ البنك وقال بأنهم أيضا يرحبوا بما قدمنا من مقترحات وأنهم في المستقبل سيعملون على تنفيذه. أيضا راسلنا الشركة الوطنية للكهرباء والتزمت بأن فواتيرها ستكون بالعربية، لكن في شهر نوفمبر الماضي، لكن لم تصل الفواتير باللغة العربية، واتصلنا بها وقالوا بأنهم يريدون أن يتخلصوا من الفواتير الورقية، وأنهم بدأوا بالفعل يصدرون فواتير يرسلونها عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق الواتساب العربية. كل هذا خطوات قد قيمة بها في هذا المجال وهي مهمة. نحن اليوم نستدعيكم لنتعاون في هذا المجال. ستكون هناك نقاش تفكيري من أجل أن نتعاون كمدونين مهتمين بتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، ونتبادل الآراء حول ما يمكن أن نعمله مستقبلا في هذا المجال، لأنه عملنا يجب أن لا يرتبط بيوم ولا بأسبوع، يجب أن يكون مرتبط بكل أيام السنة. هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير، وقطعا أهم جهة يمكن أن تلعب دور مهم في هذا المجال هو المدونين، وبالتالي نحن اخترنا أن نختتم هذا اللقاء هذا الأسبوع مع المدونين، وسنرحب بآرائكم ومقترحاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدير الإداري للمدير العام للشركة